شاكر معتوم مرزوق المرزوقي احد ابناء دوله الامارات من سكان ابو ظبي. عملت في مهنه المحاماه في ما يقارب 20 سنه بعد ان تقاعدت من السلك العسكري، لاني انا احد افراد القوات المسلحه. دخلت في هذا المجال لان حبي للقانون جعلني ادرس القانون اثناء عملي في الجيش. وبعد التقاعد وجدت نفسي في مجال القانون. خلصت كلية شرطة دبي. ومن ذلك بعد ذلك استمريت على اعلى الدرجات اللي هي الماجستير والدكتوراه. هي مهنة المحاماة انا اشوفها مهنة الحياة. لان انت بعلمك للقانون وبعلمك في مجال القانون تجد الحياة مترابطة من خلال القانون. وتجد حياتك في أسرتك من خلال القانون وفي المجتمع. وبالتالي أنت القانون لا ينفصل عن الحياة العادية. على هذا الأساس الشخص اللي يختار مهنة المحاماة يختارها من باب أوسع، اللي هو يريد أن يمارس المهنة بشكل عملي أكثر ما هو نظري، ويحاول أن يخدم مجتمعه من خلال عمله في القانون. احنا متخصصين في جميع القضايا، سواء الاسريه او المدنيه او الجنائيه، ويمكن ان نعطي استشارات خاصه في عام زايد الخير هذه السنه. احنا استشاراتنا قررنا نعطي استشارات مجانيه، وذلك يعني تطوعا وتباركا في هذا العام المبروك اللي هو عام زايد الخير. رحم الله ابونا زايد علمنا على العطاء، ونحن نريد ان نخدم المجتمع ولو بشيء بسيط. وعليه نحن اختيارنا لمجال القانون احنا اختيار، انا اعتقد بعد هالفتره الزمنيه من الممارسه اعتقد كان اختيار موفق، لان وجدت نفسي في القانون ووجدت أشخاص مميزين. نعم. تعلمنا منهم الكثير. نعم. وحاولنا أن نفيد ونستفيد منهم. في أوروبا يحددون المحامين والأعمال تصرف لهم أو صحيح. تعطى لهم من خلال الوزارات الحكومية، وذلك على سبيل المثال الضريبة. لا يمكن لأي محامي إذا أردت أن تشتري عقار أو تشتري شركة يجب أن يكون من خلال محامي. وبالتالي توزيع العمل أو تقسيمه أو تقنينه في أوروبا من خلال المحامين. الآن نجد هنا بالإمارات لا يقبلون طلب الفيزا لدول معينة مثل كندا مثل أمريكا إلا أن يكون موقعا من خلال مكتب محامي. إذن المحامي له شأن كبير في إعطاء الثقة في التعاملات الحكوميه. نعم. هذه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ان الشركات اذا كان عندها مستشار قانوني اصبح العمل يتوافق مع التعاملات التي يقومون بها. نعم. لا يمكن العمل الارتجالي هو اللي خلى شركات كثيره تخسر. العمل الارتجالي هو اللي خلى الامور تتفاقم بحيث انها تخسر اعمالها وتخسر متعاملينها. نعم. وبالتالي اليوم إذا قلت أنت أنه لازم يكون مستشار قانوني في كل شركة، أنا يعني أيدك بكل قوة، لأن اليوم إذا موجود مستشار قانوني في أي شركة راح يوفر على الشركة جهد كبير وأموال كثيرة. لا تنظرين من ناحية المصاريف، ممكن تكون مصاريف إضافية، لكن بالمقارنة أنها كم بتوفر لهم وكم بتحميهم فلا يقدر بثمن بالمقارنة بما يكلفهم وجود مستشار قانوني. على أن يكون المستشار القانوني ممارسا وليس لا. الحين اليوم كل واحد يجيك مع احترامنا حق الأخوان يعني هو يكون ماخذ شهادة ليسانس ولم يكن ممارسا ويدعي أنه محامي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة. كان دكتور الذي يتخرج ولم يمارس ويقوم بعملية جراحية. فالأمر منوط في الثقة مثل ما تفضلتي. لازم الإنسان يكون على قد الثقة بحيث أنه يحمي حقوق الناس. صحيح. هذا الموضوع بس هذا. النصوص القانونية هي وجدت لتخدم المجتمع. نعم. وجدت بحسب تطور المجتمع. نعم.
وذلك على النحو الآتي. اليوم أنت على سبيل المثال بتطور المجتمع بتطور الحياة وجدت قوانين، مثلا أعطيك مثال، وجدت قوانين على مجال التطور في مجال الاتصالات. قانون هذا ما كان موجود، لكن بوجود تطور الاتصالات، وجود جرائم الإلكترونية، وبوجود قضايا ولدت حديثا، قام المشرع الإماراتي أوجد لها قوانين تتماشى مع الجريمة وأخطارها للمجتمع. وبالتالي إحنا السؤالك، نرجع لسؤالك، تعدد الجنسيات هنا يسمى تنازع القوانين، وهذه الجزئية يمكن أن يتثار في مجال الأحوال الشخصية. لأن الأحوال الشخصية يكون مثلا في جنسيات أخرى، في مذاهب أخرى، في قوانين متعلقة في هذه النوعية من الجنسيات. وبالتالي القانون أيضا ترك مجال ومساحة للأشخاص المتنازعين ويرغبون بتطبيق مواد قوانينهم أن يأتوا من سفاراتهم بقوانين التي يرادون تطبيقها في الإمارات، والدولة تتماشى مع طلباتهم وتفصل بينهم بالحق بحسب قوانينهم أيضا. وأستاذة شوفي، للأسف الشديد المتطفلون في كل المهن تجدينهم اليوم، تجدين كثير متطفلين على كل المهن. نحن نطالب دائما من الجهات المختصة وعلى رأسهم الوزارة أو حتى دائرة القضاء، وهم مشكورين يتجاوبون معنا في ما نطرحه من بعض الملاحظات، ولكن ولا بد من وجود فراغ أو خلل معين فيما يتعلق بهذا التطفل. لكن القوانين والجهات اللي تصل لها المخالفات، احنا متأكدين انهم قاعد يقومون بالمطلوب وازيد من ما هو مطلوب منهم. احنا نعطي استشارات مجانية لاي شخص يرغب في الاتصال والاستفسار في عام زايد الخير 2018 كاملا دون ما اي رسوم عليه، وتليفوناتنا يمكن أنتم تعرضونها لاحقا فيما يتعلق في كيفية الاتصال على المكتب والاستفسار. هذه الجزئية. أما خدماتنا احنا، أنا أطلب من الأخوان صراحة لا يكون لأي شخص فكر معين في القانون وهو ما يفهم القانون، يعني لا يقول لك والله أنا أفهم القانون، هذه مصيبة. لا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تقرون. أنت اليوم اسألي الشخص المختص، صحيح، ما راح تخسرين شيء. وهذا بهذا السؤال أنت يمكن توفرين على نفسك مبالغ، توفرين على نفسك موقف، توفرين على نفسك أمور معينة ممكن تتعقل عليك في سواء الخاصة أو العامة مع المجتمع. وبعدين أنت اليوم، إحنا الحمد لله لا يمكن لأي شخص يحاول أن يأخذ حقه بإيده. وبالتالي إحنا أول سؤال، أول معلومة نعطيها نقول له أنت ممكن ترجع للقضاء، لأن بالقضاء مجرد إحساسك إن بالقضاء راح تأخذ حقك، فهو هذا بحد ذاته يعطيك شعور ارتياح إن أنا مش مضطرة إني أنا أعاني من ضياع حقي أو أعاني من أحد ظلمني. وبالتالي بهذا الشعور اللي راح يتولدك بسؤالك للمحامي، والله كيف اسوي ولا اسوي، وراح اعطيك الاستشاره الصحيحه، 70% من المشكله انحلت. Chef.